الأستاذ سامي يتحدث عن بطولة غرفة مكة، البطولة اللي الكثير يتحدث بأنها عملت نقلة نوعية لبطولات مكة من خلال التنظيم المنظم، من خلال حكام المباريات، من خلال أمور وجوانب كثيرة في هذه البطولة، تحدث عنها باختصار. والله بداية بطولة مركز مكة، أنت بس مجرد ما تسمع اسم الأستاذ سالم فتعرف أن البطولة أكيد حتطلع بهذا الرونق وهذا الامتياز وهذا الحضور. فالأستاذ سالم متعود على هذه البطولات ومخضرم في هذا المجال. بطولة، أي بطولة هو نتائجها في النهاية، نهاية كان مميز على مستوى الضيوف، على مستوى الجمهور، امتلأت المدرجات، على مستوى المباراة، على مستوى أيضا الجوائز والاحتفال والكرنفال. جميل جدا أستاذ سامي، اليوم كرمت من ضمن كوكبة من المكرمين في هذه الليلة، بالتأكيد هو تكريم يعود لك، يعود لإنجازاتك، يعود لتفاعلك، يعود لدعمك للرياضة المكية، تحدث عن هذا التكريم. كل شيء الحمد لله، هذا الشكر لله أولا، يعني كانت مفاجأة طبعا، أنا جاتني دعوة وإصرار على الحضور، أنا ما عرفت ولا أنا عرفت سبب الإصرار أنه أكون من المكرمين. هذا إنجاز لكيدار الطموح ودعم لي وتشريف طبعا، أنا لي الشرف أني أستلم هذه الجائزة من رئيس الغرفة التجارية وأيضا من الشيخ عبد المعطي الكاكي، هذا شرف لي وداعم لي مع الأيام القادمة إن شاء الله. سامي الثبيتي رئيس فريق الطموح، بت تثبت مرة تلو الأخرى بأنك رجل تمتاز بخلق كريم، لذلك اليوم التكريم هو من شيم الكبار، كرمت في هذه البطولة، إيش هي رسالتك للقائمين على بطولة غرفة مكة الرمضانية؟ أولا أنت ذكرت كلمة جدا هذا تعكس أخلاقك طبعا، والأخلاق هي أهم شيء، الروح الرياضية مهمة جدا. الحمد لله التعامل مع الجميع كانت على خلق ومصداقية، والله يعني رزقني بهذا التكريم. بالنسبة للرسالة للمنظمين أو الغرفة التجارية المسؤولين، إنه هذه البطولة لأبنائهم في على مستوى الكرة الرياضية طبعا في مكة وفي الغربية بشكل عام. أنا سمعت إنه في لاعبين كذا لاعب وقع لكذا نادي، هذا شيء إيجابي طبعا، حتى على مستوى المعلقين لما أنت تخرج معلقين على مستوى والضيوف ينظرون لهم ويسألون على اسمائهم، هذا شيء جدا إيجابي، وعلى مستوى الحكام أيضا، على مستوى المنظمين، هذا كله يعود يعكس على رياضة مكة وتشجيع اللاعبين. سامي الثبيتي رئيس فريق الطموح، سعداء كثيرا بتواجدك معنا، شاكرين لك تحت الفرصة، مستغلا هذه الوقفة أترك لك المجال للتعبير عما يجوب في خاطرك وتنهي اللقاء. لا أطيل عليكم، والشيء أشكرك أنت أستاذ عبد القادر وما خلف الكواليس في الشبكة الإعلامية لا زيدان المميزة والأستاذ خالد، لا يوجد عندي ما أتكلم فيه أكثر مما أسهمت فيه، أنه أولا أشكر الله على هذا التشريف، أشكر رئيس الغرفة التجارية والهيكل التنظيم غرفة التجارية ممثلة بالرئيس وبالشيخ القدير والمحبوب الشيخ عبد المعطي الكاكي على هذا التشريف والجائزة، وأنا ذكرت شكرتهم فردا فردا أنها دعم معنوي للطموح وفريق الطموح، أنه معناته أنه وصلت يعني ما نجتهد فيه على هذا الفريق، انه هذه الزبده انه وصلنا لهذا الشيء، السمعه الطيبه، الكل بيشوف الطموح والكل عرف مجهوداتنا، الحمد لله تسخرت اليوم، شكرا لك انت، وان شاء الله نتقابل في بطولات اخرى باذن الله.